كلاكم 15 شيئا سوف تراه تحت الميكروسكوب ولن تصدقه. قم بالضغط أولا على زر الإعجاب لنتعرف على عدد الأشخاص الذين سيهتمون بهذا الفيديو. لننطلق. 1. لقد كان يشغلني دائما معرفة كيف يقوم البعوض بلدغ الإنسان. دائما ما تبدو لنا الإبرة التي تغرسها في جسدها كبيرة إلى حد ما، لكن عندما ننظر له تحت الميكروسكوب سوف نفهم كل شيء. هذه هي الإبرة، طرفها حاد ومدبب. 2. من المستبعد أن تتمكن من معرفة ما تراه. إنه شكل اللسان البشري تحت الميكروسكوب. هذا غير متوقع بالمرة. الآن أصبح مفهوما لماذا نشعر دائما بأن اللسان خشن. 3. للوهلة الأولى يمكن أن تعتقد أن ما تراه هو عبارة عن شجرة تم تقطيعها لأجزاء، لكن في الواقع هذه هي الشعيرات بعد أن تم حلاقتها وبعد أن تم تكبيرها تحت الميكروسكوب لمئات المرات. 4. جميعنا يعلم أن لون الكوكاكولا بني مائل للسواد، لكنك سوف تندهش عندما تعرف أنها ملونة. هذه صورة لقطرة من الكوكاكولا تحت الميكروسكوب. من المستحيل تصديق ذلك. قم بالضغط على زر الإعجاب إذا أدهشك هذا الأمر. 5. من دون مبالغة فإن الفراشات حشرات جميلة. إذا شاهدنا شكل أجنحتها تحت الميكروسكوب سوف ترى أنها لوحة فنية حقيقية. 6. انظر بانتباه إلى إصبعك. إذا وضعت إصبعك تحت الميكروسكوب فسوف يكون شكله كما ترى. سوف يشبه الجزر المتفرقة في البحر. 7. قد تبدو لك للوهلة الأولى هذه الصورة وكأنها صورة وحوش، لكن الأمر ليس كذلك. إنها القشور الموجودة على جسد الحبار عندما تقوم بوضعها تحت الميكروسكوب. شكلها مرعب بعض الشيء، أليس كذلك؟ 8. جميعنا جرب تناول الكعك المطعم ببذور الخشخاش. إن بذور الخشخاش صغيرة جدا. قد يصعب تصديق ما سأقوله، لكن بذور الخشخاش تبدو بهذا الشكل إذا وضعتها تحت الميكروسكوب. 9. إذا قمت بعد حقن نفسك بوضع الإبرة الطبية تحت الميكروسكوب فسوف ترى هذا، طرفا حادا مدببا وبعض قطرات الدم المتبقية عليه. 10. هذا هو شكل سطح حبة الفراولة عندما يتم تكبيرها مئات المرات. لا يبدو شكلها مشهيا. 11. فقاعات الصابون شكلها جميل وشفافة، لكنك إذا نظرت إليها تحت الميكروسكوب فسوف ترى هذه الصورة الملونة. 12. كثيرا عندما نقوم باستخدام خيط الأسنان لا نلاحظ وجود بقايا الطعام عليه، لكن الآن استطعنا معرفة أهميته. إذا وضعنا خيط الأسنان تحت الميكروسكوب بعد استخدامه سوف ترى بقايا كثيرة قام بتنظيفها. 13. كما نعلم فإن سمك الشعر البشري يبلغ 20 ضعفا سمك خيط العنكبوت، لكن حتى إذا قمت بتكبير خيط العنكبوت تحت الميكروسكوب لن يصبح حجمه سميكا. 14. على الرغم من أن القرش من فصيلة الأسماك، لكن من الصعب أن تلاحظ للوهلة الأولى القشور الموجودة على جسده. إذا نظرنا لجسده تحت الميكروسكوب سوف نرى قشورا دقيقة. 15. قشرة البيضة العادية عندما نقوم بتكبيرها تحت الميكروسكوب سوف تظهر لك بهذا الشكل.